فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أخر الصلاة إلى آخر وقتها لانشغاله بأمر الماء وجلبه ثم صلاها في البيت، الماء موجود لكن يحتاج إلى، ما هو ينتظر من ما هو موجود، الماء موجود لكن ما يتمكن منه إلا بحبل ودلو ونحو ذلك، فهذا ينتظر حتى يتوفر عنده الماء ويتوضأ ويصلي. نعم، يشتغل بشرطها، لأنه يشتغل بشرطها. نعم. فضيلة أما الشيخ، إذا دخل الوقت وليس عنده ماء فهو يتيمم ويصلي، الحمد لله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.